نحن سعداء سيد رئيس الوزراء عبد الرضا الحمدوك أن نكون هنا في مدينة الفجر، وأنت ذهبت إلى معسكر أبو شوق، ذهبت إلى معسكر زمزم، ويمكن دهم هذا العدد الكبير من النازحين موجودين في معسكرات النازحين. أنا من أبناء هذه الولاية، يمكن مهموم كذلك بهذه القضية. وأنت ابن ريف، ما هو الإحساس الذي نما إليك وأنت تنظر هذا العدد الكبير يعيش على هامش هذه المدينة لأكثر من 17 عاما؟ في البداية أخي العزيز نعمان، أنا حقيقة سعيد إننا نلتقي في فاشر السلطان، فاشر أبو زكريا. آخر لقاء لنا لو تذكر كان في نيويورك، اليوم نلتقي في سماء الوطن الحبيب. أنا وإنت عشنا سنين طويلة جدا في المنافي، وإن لم ننقطع عن هذا الوطن. زيارتي للفاشر اليوم هي لم تأتي صدفة، جاءت نتيجة لرمزية هذه الولاية، جاءت تحقيق لرغبة السودانيين في تحقيق السلام، إيقاف هذه الحرب اللعينة وبناء سلام السودان. هذه الزيارة وأنا أنظر في عيون الآلاف الذين أتوا لاستقبالنا تبعث الأمل في أننا ممكن أن نحقق سودان جديد. أنا سعيد بلقائهم، لكن هذه سعادة منقوصة لن تكتمل إلا بإيقاف هذه الحرب اللعينة، وإن شاء الله حنحصل. نعم، ولن تكتمل إلا بإيقاف هذه الحرب اللعينة. وكذلك أشرت في أبو شوك إلى أن السلام لن يكتمل إلا بالعودة، هذا السلام السياسي الذي يتم تتفاوض حوله ذلك مع هذه الأطراف. ما هي الوسائل التي تعتقد تتوفر لديكم لتحقيق هذه العودة؟ ذكرت في السؤال الأول أنه أنا ابن ريف، بديت أنا طبعا من ريف كردفان، هو ريف دارفور، هو ريف الشرق، هو ريف الشمال. بدأت حياتي العملية برضو في ريف، في مشروع التنمية الريفية جبل النوبة، توأم مشروع التنمية الريفية جبل مرة. استصحبنا قضايا الريف، رؤيتنا نحن لمعالجة هذا السلام أو قضايا الحرب تأتي من ضرورة معالجة جذور هذه المشكلة، واللي هي ترتبط بقضايا التهميش، قضايا التنمية الغير متوازنة، قضايا الهوية، البنية التحتية، الإنتاج إلى آخره. ويتنا لتحقيق السلام تمر عبر هذه القضايا، لكن عظم الظهر فيها استصحاب رؤية هؤلاء الناس في معسكرات النزوح، في معسكرات اللاجئين. يجب أن يخاطب السلام رؤاهم وتفكيرهم ومقترحاتهم عشان نخلق سلام وسلام. تحدثت هذا بالإجابة الأخيرة يمكن عن جانب، هنالك جهات كثيرة ظلت تنخرط في هذا استصحاب رؤى هؤلاء الناس، كأنك تتحدث عن السلام الأهلي، تتحدث عن الجهود الأهلية، تتحدث عن العمل القاعدي، تتحدث عن الاستماع إلى هؤلاء الأشخاص. اليوم كما لاحظنا انكسر الجدار. أنا هنا في هذه المناطق منذ عام 2011 لم أرى مسؤولا يتم التفاعل معه ومع معسكرات النازحين الناس المقيمين هنالك بقدر ما شهدنا اليوم. كأنما الأمر يشير إلى ضرورة الارتباط من الآن مع أصحاب هؤلاء المصلحة. ما هي الخطة التي ستبدأ منها من اليوم لكي تأخذ زمام المبادرة وتبني على ما شهدته اليوم من التفاف ومن تواصل ومن بناء هذه الجسور بينك وبين سكان هؤلاء المعسكرات؟ تعرف ما حصل اليوم كان تأكيدا رؤيتنا في ضرورة استصحاب رؤى هؤلاء الناس. تعلم تماما، بدت مفاوضات السلام في جوبا بشكل مبدئي
بدينا جولتين، هي ما كانت تفاوض، هي كانت بناء إجراءات الثقة واتفاق على جدول التفاوض، لكن هياكل السلام بما فيها المجلس الأعلى للسلام ومفوضية السلام تناقشنا فيها بحساب حول ضرورة أن تشكل لجان تجوب كل هذه المناطق للتعرف وتلمس رؤية النازحين واللاجئين. في السابق تتعلم تماما أخي الغمان التفاوض كان يتم بين أطراف، ممكن أنا يعني لا أجد حرج في أن أسميها تفاوض النخب، واللي هي بما بتخلق سلام وسلام. عملية صنع السلام يجب أن تنزل للأهل في هذه المعسكرات، ولذلك سوف نستصحب رؤاهم وسوف ندخل في عملية تشاور طويلة معهم، نشركهم في الوفود، نستصحب رؤاهم معنا، لكن أكثر من ذلك ضرورة استصحاب كل مكونات المجتمع وخاصة النساء. أنا أشعر بحزن أن كل عمليات التفاوض يعني يغلب عليها وجود الرجال، هؤلاء الكنداكات هم الذين صنعوا السلام وممكن يصنع السلام والسلام، فيجب أن نشركهم في كل يعني جولات التفاوض المقبلة. وعلى ذكر النساء، ربما الخطاب المؤثر كان ذلك الخطاب الذي قدم في معسكر زمزم وقدمته امرأة، وذكرت فيه قضايا المستوطنون الجدد، الأمن، الخدمات، الحواكير، انتشار السلاح، منع الاغتصاب الذي يقال كما قالوا انه يستمر حتى هذه اللحظة. على ما يبدو ان هنالك قضايا آنية تحتاج المخاطبة الان في مثل هذه المعسكرات، بغية الانتقال الى مسألة السلام ومسألة المصالحات وغير ذلك، كيف ستخاطبون هذه القضايا التي تبدو آنية؟ تعرف يعني اجمل ما حصل في مخاطبات معسكر النازحين لزمزم وزمزم للنازحين، من أول المتحدثين كانت تلك السيدة، أعجبت تماما بأن كل الذين أعقبوها في الحديث أشاروا إلى أننا لم نطيل في الحديث، لأننا وددنا أن نقوله قد أوفته تماما المتحدثة الأولى، ذلك فخر لأنها استطاعت في كلمات معبرة موجزة فيما تعبر عن كل مكونات ذلك المعسكر، تناولت كل القضايا ونحن استمعنا لها بشكل جيد، وإن شاء الله نستصحب هذه الرؤية معنا. واحدة من المشاهد التي لا تخفى على العين كذلك في ذلك المعسكر، ونحن ننظر إلى تلك اللوحة، صورة الرئيس المخلوع عمر البشير مخفورا إلى محكمة الجنايات الدولية، وحديث كثير يدور داخل هذه المعسكرات وكأنما هو طلب جوهري لسكان هذه المعسكرات كأصحاب قضية وكخصماء أن يذهب الرئيس عمر البشير أو الرئيس المخلوع عمر البشير إلى محكمة الجنايات الدولية. هل هنالك إجابة تقدم في هذا الصدد كمطلب قدم منه؟ نحن سوف نهدى لنا بال حتى نصل بشكل نهائي وقاطع لمعالجة كل قضايا العدالة الانتقالية، يجب أن نصل لما يرضي الضحايا ويشعرون هم أنفسهم نعم تحققت العدالة بالنسبة لنا، ده مطلب أساسي ورئيسي وسوف لن يعني تقف أمام أي حواجز. نعم، في هذه القضية هنالك مفاوضات تستمر، هل تستطيع أن تؤكد أن التوصل إلى السلام بات واقعا في القريب العاجل كما تحدث كثير من سكان هذه المعسكرات بضرورة تحقيق السلام في إطاره السياسي باعتبار أنه مكمل لهذا الجهد كذلك المجتمع الذي تتحدث عنه؟ في اعتقادي لم تتوفر في 30 سنة الماضية فرص أكبر وأجمل لتحقيق السلام من اليوم. نحن عندما نسهب لهذا التفاوض لا نتفاوض مع الآخر المختلف، نحن نتفاوض
كأجسام مسجنة إخوتنا في القطاع المسلح، أهلنا في معسكرات النزوح واللاجئين. ليس هناك خلاف معهم، كل الخلاف لأننا كيف نحقق هذا السلام. خلافنا في أنه يتحقق بشكل سريع أو أسرع، هذا هو الخلاف. لأننا ما عندنا أي أجندة، تفاوض بذهن مفتوح حول قضايا نتفق حولها تماما، ما في تغادي، تتوفر ظروف ملائمة جدا لتحقيق السلام. أنا متفائل تماما، وما شفته اليوم يؤكد ذلك، هنالك رغبة حقيقية في الوصول لهذا السلام. نعم، ونحن نتحدث عن هذا الهم، هم دارفور والسلام بالذات في منطقة دارفور. قد نتحدث عن ثلاثة أشياء، نتحدث عن مفاوضات السلام التي تحدثت عنها الآن، نتحدث عن هذه الزيارة التي قمت بها إلى معسكرات النازحين وما استمعت إلى ذلك، نتحدث كذلك عن عودة، هنالك مناطق فيها عودة طوعية، وهنالك عدد كبير من المسؤولين اليوم تحدثنا معهم في جوانب كثيرة، وكما أثير داخل هذه المعسكرات على ما يبدو أن قضية الأمن تصبح أحد أهم التحديات التي يتحدث عنها هؤلاء النازحون وكذلك أولئك العائدون، وكذلك أصبحت أمر تحتاج إلى مخاطبة طارئة. هنالك من يتحدث عن أن هنالك أراضي يريدون العودة إليها، وليس هنالك أمن. هنالك من يتحدث عن عمليات ربما تحرش أمنية تحيط بمجتمعات العائدين. هل هنالك معالجة عاجلة تستطيعون القيام بها لمعالجة هذا الأمر؟ تظل قضية الأمن قضية رئيسية. يعني أنت ما ممكن تحقق سلام مستدام بدون ما يتحقق الأمن على الأرض. لن ندفع بأهلنا في معسكرات النزوح والليول للعودة الطبيعية لمناطقهم ما لم يتحقق الأمن والاستقرار. هنالك أمن بمعناه الأمن المجتمعي، هنالك الأمن بمعناه الاقتصادي، معناه المعيشي، لكن الأمن في معناه المبسط، تحقيق بسط الأمن من ناحية إحساس بالأمان، يجب أن يتوفر ذلك، وفي ذلك سوف نخلق كل الأجهزة التي تساعد في خلق ذلك المناخ الذي يجعل أهلنا مطمئنين للعودة الطبيعية. نعم، هنالك كذلك من تحدثوا كثيرا عن آليات التواصل بمثل ما رأينا اليوم، هذه الصلة التي انبنت، وكثيرون يعتقدون أن المسؤولين إنما يأتون ويتحدثون إلى الناس ويلتقطون ربما وحي تلك اللحظات ثم يغادرون ولن يروهم مرة ثانية. أنت عائد إلى الخرطوم بعد قليل، ماذا في ذهنك كي تستثمر هذا الأمر الذي تحقق اليوم من حيث خلق آليات تواصل تستمر من يوم غد للانخراط مع هؤلاء النازحين في معالجة أو الحديث عن كل القضايا التي طرحت عبر هذه الزيارة؟ هنالك أشكال عديدة للتواصل. ما يعنينا في حكومة الفكرة الانتقالية إننا نخلق تلك الأجسام التي تساعد على التواصل المستمر بشكل رسمي، لكن هنالك التواصل المجتمعي، هنالك التواصل عبر أجهزة الإعلام. ما نقوم به اليوم يدخل في ذلك. نحن بصدد خلق مناخ عام خارج الكوريدورز ومناطق التفاوض، إننا نخلق زخم وحملة كاملة لكل البلد تستصحب رؤى والحديث عن السلام والتبشير بالسلام، نستصحب رؤى أهلنا في المحليات، في الولايات، في المركز، عشان ما تبقى المسألة هي يعني موسمية. نحن نريد لهذا السلام الاستمرارية والاستدامة، وذلك لن يتحقق إلا بهذه الصلة المستمرة مع كل الأهل. نعم، وربما هذا هو السؤال قبل الأخير. نحن الآن في مرحلة رؤى، هذه الرؤى التي طرحتها في مسألة تحقيق السلام سواء كان على إطار السياسي أو ذلك المجتمعي، ولكن في الوقت الذي تتحدثون بثقة عن أن ذلك آتي وأن هذا السلام آتي، هذه المجتمعات التي قبرت ربما تحتاج إلى نهضة جديدة، وهذه النهضة تحتاج ميزانيات كبيرة. هل ترى أمر مثل ذلك يلوح في الأفق حتى يعاد بعث هذه المجتمعات على نسق جديد بعناصر تبرأ
العوامل التي أدت إلى بروز حرب، منها الفقر ومنها الجهل ومنها البطالة. نعم، تحقيق السلام بالإضافة للإرادة واللي أنا أعتقد أنها متوفرة لكل الأطراف يحتاج اللي يرفضوا بموارد. تحقيق السلام يحتاج لإعادة بناء أو بناء من جديد للمستشفيات، للمدارس، للبنية التحتية، للطرق، كهرباء، طاقة، لمشاريع إنتاج ترفد أهلنا بكل ما يحتاجون. لكن تأكد تماما كل مناطق النزاعات والحروب ليس في دارفور وحدها، إنما في كل هذا الحزام هي مناطق غنية جدا بالموارد. إذا أحسننا إدارة هذه الموارد وقدرنا نوفر مستلزمات حميمة في هذه المناطق، ثم لم يكتفوا ذاتيا وإنما سوف يرفضوا باقي القطر بفائد اجتماعي يمكن أن يحقق الطفل المائي التي نحلم بها. وهؤلاء هم النازحون وكانوا قضية وأنت أتيت إليهم، هنالك آخرون عادوا العائدون إلى قراهم وكذلك لديهم تحديات ولديهم مشاكل، وتلك هي مجتمعات تبزغ وتبنى من جديد. ما هي رؤيتك لأولئك الذين عادوا وكيف توازن بين هؤلاء في المعسكرات وبين أولئك الذين عادوا بالنسبة إليك؟ كانت اليوم زيارة للنازحين، زيارات الغد والغد الآتي سوف تكون لأولئك الذين عادوا، لأنهم بعودتهم خطوا لنا البدايات في خلق ذلك المجتمع الجديد، مجتمع إعادة بناء تلك المجتمعات التي نحلم بها. وسوف نصطحب قضاياهم ورؤاهم في مستقبل هذه الرحلة التي نعتقد أنهم بمساهمتهم برجوعهم في عودة طوعية بدأوا هذا المشوار الذي نعتقد أنه سوف نمشيه مع بعض. السيد رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك ابن الريف السوداني، أعتقد الجلسة في هذه الباحة كذلك الريفية جميلة، ونتمنى أن نراك في باحة ريفية أخرى في موسم الدرد هذا في إقليم دارفور، ربما قد تتحدث فيها عن مشهد آخر. إن كان كذلك، ماذا يدور في خاطرك؟ أنا أحلم باللقاء القادم يتم في ريف حقيقي، ما في حاضر، يتم في ريف حقيقي يلامس حقيقة قضايا وهموم أهلنا في ذلك الريف، ونتمنى أن تتحقق هذه الرؤية. نتمنى أن نراك قريبا في ريف حقيقي إذا تعي. شكرا شكرا لك. شكرا لك. الله يبارك فيك.